أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله، هذا وإن كان جائزا في الشرائع السابقة لكنه نسخ، ولا يسجد أحد لأحد. لما أراد معاذ أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، وقال: إنما السجود لا يسجد أحد إلا لله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نقف مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسجود عبادة لغير الله، عبادة، يعني إذا سجدت له أنت عبدته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القصر؟ حتى الانحناء، الانحناء هذا ركوع، لا يجوز، فكيف بالسجود؟ نعم.